يعني في ناس جوني قالوا لي صدمتينا، فاجأتينا، كانوا مستغربين إنه كيف إحنا بنات بنشتغل في ذا المجال. كان حلمي إن أدخل مجال السيارات، بس طبعاً هنا كامرأة سعودية ما كان فيها هذا التخصص أو ما كان مطرح في البال، بس الحمد لله أول ما جاتني الفرصة على طول قدمت من غير تردد.